اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. موسيماني يشارك في دوره الفيفا بالمغرب النهارده. بمناسبه الخبر ده انا شفت النهارده حد منزل صوره لموسيماني، كذا حد يعني على السوشيال ميديا ومنزلين صور لموسيماني ان هو يعني ايه بقى مكبر دماغه وسايب الفرقه ومسافر الى جنوب افريقيا، على الرغم ان هو لو اجازته ان شاء الله لو يوم واحد وعايز يسافر ويرجع ما يسافر ويرجع، هو حر. لكن ده الكلام اللي اتقال من بعض من لا يشجع النادي الاهلي. خدوا بال حضراتكم من الكلام لان هو ده الاتجاه اللي بيرموا حضراتكم فيه، او يعني بيحاولوا يوصلوا جمهور النادي الاهلي ليه. هو بصوا الراجل مش في دماغه ده، بغض النظر بقى عن اللي معترض على موسيماني اللي مش معترض، لكن انا بتكلم على الاتجاه اللي بيحاول يعمله بعض من لا يشجع النادي الاهلي ضد موسيماني. هو مكبر دماغه ومسافر جنوب افريقيا، هو راجل رايح دوره بناء على الخبر اللي امام حضراتكم. بيتسو موسيماني المدير الفني بيغادر القاهرة إلى المغرب اليوم بعد الحصول على موافقة النادي، وذلك لحضور الدورة التدريبية التي ينظمها الاتحاد الدولي لكرة القدم للمدربين الأفارقة. يذكر أن موسيماني تلقى دعوة للمشاركة في هذه الدورة التدريبية منذ فترة، وقام بعرض الأمر على إدارة النادي التي وافقت على حضوره، خاصة وأن الدورة تأتي خلال فترة توقف مسابقة الدوري الممتاز بسبب الأجندة الدولية. يعني من ضمن برضو الحاجات اللي لازم ناخد بالنا منها خلال الفترة اللي جاية.